ومن الصحابة الذين روي عنهم نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الصحابي الشهير ومن أقرع الصحابة في القرآن الكريم وأعلمهم بالتفسير هو عبد الله ابن مسعود. فقد روى السيوطي في الدر المنثور في الدر المنثور في التفسير بالمعثور لجلال الدين السيوطي طبع الجزء الثالث طبع دار الفكر طبع سنة 1430 في تفسير سورة المائدة يا أيها الذي يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأخرج ابن وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا سلام الله عليه مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا قد أخرجه من؟ الحافظ ابن مردويه أبو بكر ابن مردويه. أعزتنا المشاهدين إن حافظ ابن مردوي له كتاب المناقب في مناقب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب المناقب طبعا إن الجماعة الأمرية قد أفقدوها وقد أعدموها ولا أثر منها اليوم.